السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتورة سامية، استشاري طب الأطفال والغدد والسمنة، زميل بكلية الطب بجامعة عين شمس، واستشاري تغذية علاجية. إن شاء الله النهاردة هتكلم ببساطة وباختصار على فوائد السمسم للأطفال، وهتكلم عنها بخصوص بمنظوري أنا كدكتورة غدد وكدكتورة تغذية في نفس الوقت. هل السمسم له دور مهم في طول ولادنا؟ هل السمسم له دور مهم في حماية ولادنا من قصر القامة؟ إن شاء الله هجاوب على الأسئلة دي دلوقتي حالا. بس قبل ما أبتدي أتكلم على فوائد السمسم، لازم نعرف السر وراء فوائد السمسم اللي أنا هذكرها إن شاء الله. السر وراء فوائد السمسم إن معلقتين كبار من السمسم بيحتووا على كالسيوم قد 3 كوبايات لبن. معنى كده إن السمسم غني جدا بالكالسيوم. ولادنا محتاجين يوميا من الكالسيوم 1000 ملي جرام كالسيوم. اللبن بيحتوي 3 كوبايات لبن بيحتوي على 900 ملي جرام كالسيوم. معلقتين السمسم الكبار بيحتوي على 975 ملي جرام كالسيوم. يعني معلقتين السمسم الكبار فيهم كالسيوم اكتر من 3 كوبايات لبن. فمصدر حلو قوي للكالسيوم للأطفال اللي عندهم حساسية لبن، للأطفال اللي ما بيحبوش يشربوا لبن من أساسه، الأطفال اللي هم بيتناولوا اللبن بكم قليل مش ما يكفيش احتياجهم من الكالسيوم. السمسم مش بس بيحتوي على الكالسيوم، السمسم بيحتوي على المغنيسيوم، على الفوسفورس، على الزنك، على المنجنيز، على النحاس، بيحتوي على الحديد كمان، بيحتوي على فيتامينات اخرى مفيده قوي، فيتامين A وفيتامين E وفيتامين B وفيتامين K، بيحتوي على عناصر غذائيه مهمه قوي ومضادات اكسده. معنى كده السمسم يعتبر مزيج رائع جدا من الفيتامينات والاملاح المعدنيه ومضادات الاكسده ومضادات الالتهاب. اول حاجه هنتعرف بقى بالنسبه لفوائد السمسم دوره ايه في علاج قصر القامة. أساسا الأطفال عشان يطولوا محتاجين إن هرمون النمو يكون بالمعدل الطبيعي في جسمهم، ومحتاجين عناصر غذائية مهمة قوي لطول العظم وبناء العظم وتقوية العظم والعضلات. كل ده متوفر في السمسم. السمسم إزاي بيساعد على تكوين هرمون النمو؟ السمسم بيحتوي على نسبة عالية جدا من الزنك، والزنك بيساعد على تكوين البروتين، والبروتين هو اللي بيدخل في تكوين هرمون النمو. بالإضافة إلى أن السمسم نفسه في حد ذاته بيحتوي على نسبة معقولة من البروتين، وبرضو دي بتساعد على تكوين هرمون النمو. الحاجة الأخرى المهمة قوي، السمسم فيه كل العناصر الغذائية اللازمة لبناء وتقوية العظام والعضلات وتطويلها. العناصر الغذائية اللي أنا ذكرتها مش بس الكالسيوم، لا ده الكالسيوم والفوسفورس والمغنيسيوم والزنك وفيتامين A والفيتامينات اللي أنا قلتها دي كلها، كل ده له دور مهم قوي في بناء العظام، وكمان في فيتامين K. أساسا عشان العظم بتاع ولادنا ينمو ويكبر محتاج 3 عناصر غذائية. أول حاجة الكالسيوم، وده متوفر في السمسم. تاني حاجة الكالسيوم عشان يمتص ويدخل الدورة الدموية محتاج فيتامين دي. فبالتالي لو ولادنا عندهم نقص فيتامين دي الكالسيوم اللي بياخدوه مش هيمتص، فلازم يكون في فيتامين دي، والمصدر الأساسي الشمس، والأطفال اللي عندهم نقص فيتامين دي لازم يتناولوا فيتامين دي كمكملات. بعد ما بيتم امتصاص الكالسيوم عن طريق فيتامين دي بيتم ترسيبه في العظم عن طريق فيتامين كي، وفيتامين كي ده كمان موجود في السمسم. معنى كده السمسم موجود فيه عنصرين مهمين قوي، الكالسيوم وفيتامين كي، بالإضافة إلى العناصر والأملاح المعدنية الأخرى اللي أنا ذكرتها اللازمة لتكوين العظام الأطفال. فأطفالنا لو بيتناولوا مكملات بتحتوي على فيتامين دي أو بيتعرضوا للشمس هيستفيدوا من السمسم، وهيساعد على بناء عظامهم بصورة رائعة جدا، وهيطولوا بصورة رائعة جدا. الخلاصة السمسم بيساعد على تكوين هرمون النمو،
وده لازم بالنسبة للأطفال، وبيساعد في بناء وتقوية وتطويل العظام، وده لازم عشان ولادنا يطولوا. الحاجة الأخرى الرائعة جدا من فوائد السمسم إن السمسم بيساعد على زيادة القدرات العقلية عند الأطفال وإعطائهم الطاقة. طب ليه؟ لأنه هو بيحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة، وبيحتوي على الأوميجا 3، وده بيساعد على بناء الدماغ وزيادة القدرات العقلية عند الأطفال بصورة طبيعية. أيضا السمسم له دور مهم أوي في زيادة مناعة ولادنا، لأنه بيحتوي على مضادات أكسدة، بيحتوي على مضادات التهاب، بيحتوي على مادة اسمها الليجنين، ودي مضاد أكسدة قوي جدا، فبيزود مناعة ولادنا ضد كل أنواع العدوى الفيروسية والبكتيرية والفطريات. أيضا السمسم له دور مهم أوي في تحسين وظيفة الجهاز الهضمي للأطفال. الأطفال كتير قوي بيبقوا عرضة لخلل في الجهاز الهضمي، السمسم بيحل المشكلة دي نظرا لأن هو بيحتوي على نسبة عالية جدا من الألياف، وده بيزود حركة الأمعاء والجهاز الهضمي كله، وبيساعد على امتصاص العناصر الغذائية الموجودة في الأكل الطفل، وبيساعد كمان في علاج الإمساك. فالسمسم حاجة رائعة جدا لتحسين وظيفة الجهاز الهضمي للأطفال وفي علاج الإمساك بصورة طبيعية. أيضا السمسم له دور مهم قوي في علاج التهابات الجلد كلها، زي الإكزيما اللي بتبقى في وجه الأطفال مع برودة الشتاء مثلا. زيت السمسم من الحاجات الحلوة قوي اللي بتعالج التهابات الإكزيما الموجودة في الوجه، أو أي التهابات في الجلد عموما، والتهابات الحفاض كمان. بنصح كل أم تستخدم زيت السمسم في الوقاية من التهاب الحفاض بالنسبة للأطفال، وفي علاج التهاب الحفاض بالنسبة للأطفال. السمسم مش بس بيعالج التهابات الجلد، بيعالج كمان التهابات الفم والأسنان واللثة عند الأطفال، بالذات في مرحلة التسنين الأطفال كلهم اللثة عندهم بتبقى مرمة وملتهبة، فالأم لو هي غمست قطنة بزيت السمسم ودلكت بيها اللثة، ده بيخفف التهابات اللثة أثناء التسنين، بالإضافة إلى أن زيت السمسم كمان بيساعد على علاج كل الالتهابات الموجودة في الفم، وبيشيل الرائحة الكريهة اللي ممكن تكون موجودة في فم الطفل. السمسم أيضا له دور مهم في علاج النحافة والأنيميا والضعف العام. طب ليه بيعالج النحافة والأنيميا والضعف العام؟ أولا هو بيعالج الأنيميا لأن هو فيه نسبة من الحديد، بالإضافة للبروتينات اللي موجودة فيه، بالإضافة إلى أنه هو بيحتوي على نسبة عالية من زيت السمسم، وده سعراته حلوة قوي بالنسبة للأطفال، بتساعد على زيادة وزنهم بصحة وعافية من غير ما يحصل أي أعراض جانبية، وبالإضافة طبعا إلى الأملاح المعدنية والفيتامينات والمضادات الأكسدة، مضادات الالتهاب اللي موجودة في السمسم، فده بيعالج الأطفال من النحافة والضعف العام. والزنك اللي موجود كمان في السمسم بيساعد على فتح شهية الأطفال، وبيساعدهم إن هم يأكلوا ويفتح شهيتهم بصورة طبيعية. الخلاصة إن السمسم حاجة مهمة قوي بالنسبة لولادنا، ولازم تبقى موجودة في النظام الغذائي بالنسبة لولادنا، بالذات الأطفال اللي هم عندهم حساسية ألبان، بالذات الأطفال اللي هم ما بيحبوش الألبان ومنتجات الألبان، بالذات الأطفال اللي ما بياخدوش احتياجهم الكامل من الكالسيوم من الألبان، وده لأنه كما ذكرت بيساعد على زيادة طول الأطفال بصورة طبيعية عن طريق تكوين هرمون النمو، وعن طريق بناء العظام وتقوية العظام بصورة طبيعية، بالإضافة إلى أنه هو بيحسن لهم الذاكرة، وبيحسن لهم التفكير والقدرات العقلية، وبيزود مناعتهم، وبيعالج كل التهابات الجلد اللي موجودة في الجلد كلها والتهابات الفم، بالإضافة إلى أنه هو كمان بيساعد في علاج الأنيميا والضعف العام والنحافة، وبيزود وزنهم بصورة طبيعية. مع تمنياتي بالصحة والعافية للجميع.